أنشئ رسما بيانيا للمعادلة الخطية 5x زائد 2y تساوي 20. إن الخط عبارة عن مجموعة جميع الإحداثيات، أي جميع قيم x وy التي تحقق العلاقة. وحتى نبسط الأمور، سنضع جدولا فيه مجموعة من قيم x، ومن ثم نجد قيمة y التي تنسجم مع هذه العلاقة. لكن دعونا نبسط المعادلة لنجعلها أسهل. إذا لدينا 5x زائد 2y تساوي 20، لنطرح من طرفي المعادلة 5x، يتم حذفها من الجانب الأيسر، ونحصل على 2y تساوي 20 ناقص 5x. ثم يمكننا أن نقسم طرفي المعادلة على 2، فيصبح لدينا في الجانب الأيسر y، وفي الجانب الأيمن 10 ناقص 5 على 2x. قسمنا كل واحدة على 2. الآن دعونا نضع مجموعة من قيم x ونجد قيم y التي تتناسب معها. واسمحوا لي أن أفعل هذا بلون جديد، سأستخدم درجة مختلفة من اللون الأصفر. إذا لدينا قيم x وقيم y، سأبدأ، يمكنني أن أبدأ من أي مكان. سأبدأ من x تساوي 0 لأن هذا يجعل الأمور أبسط. نعوض y تساوي 10 ناقص 5 على 2 مضروبة في 0. إذا y تساوي 10، وهذا يعطينا إحداثي النقطة 0 مع 10. فعندما x تساوي 0 فإن y تساوي 10. إذا نبدأ من المركز ثم نرتفع لأعلى بمقدار 10 على إحداثي y. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذا تقع هنا، هذه هي النقطة 0 مع 10. دعونا نعين نقطة أخرى، لنفترض أن x تساوي 2. سأختار العدد 2 لأحصل على إجابة جيدة. نعوض y تساوي 10 ناقص 5 على 2 ضرب 2. يتم حذف الاثنين من المقام مع الاثنين في البسط، وتبسط المعادلة إلى y تساوي 10 ناقص 5 وتساوي 5. x تساوي 2 و y تساوي 5 تقع على الخط. لنعينها 1 2 ثم 1 2 3 4 5، هذه هي النقطة 2 مع 5. الآن عند رسم خط سنحتاج لنقطتين، فإذا كان لديكم مسطرة أو أي حافة مستقيمة سيمكننا من وصل هاتين النقطتين. وإذا فعلناها بشكل جيد سيكون على كل نقطة تقع على الخط أن تحقق هذه العلاقة. الآن لنفترض أن x تساوي 4، فإن y تساوي 10 ناقص 5 على 2 ضرب 4. 5 على 2 ضرب 4 تساوي 10. لقد قسمنا المقام على 2 فنحصل على 1، ونقسم البسط على 2 فنحصل على 2. إذا تصبح 2 ضرب 5 تساوي 10. y تساوي 10 ناقص 10 وتساوي 0. لنعينها y تساوي 0 و x هي 1 2 3 4، إذا لدينا 4 مع 0. ويمكنني الاستمرار، بإمكاني أن أجرب نقاط أخرى، يمكنني تعيينهم إذا أردت، لكن هذا كافي. إذا دعوني أرسمه، سأفعل ذلك باللون الأبيض. إذا الخط سيبدو هكذا، ويمكنني الاستمرار في كلا الاتجاهين. نحصل عليه هنا، هذا هو التمثيل البياني للمعادلة الخطية التي لدينا. دعوني أعدل هذا الخط، سأجعله أسمك في حال وجدتم الخط الأول يصعب رؤيته، وربما بإمكاننا أن نجعله أكثر سماكة. وأعتقد أنكم استوعبتم الفكرة العامة.